استقبل مركز الإصلاح والتأهيل بدر وفدا من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وعددا من الباحثين القانونيين وكذا عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني لمشاهدة مرافقه والاطلاع على الرعاية المقدمة للنزلاء وكذلك برامج الإصلاح والتأهيل التي يتم تطبيقها داخل المركز. أحدثت مراكز الإصلاح والتأهيل المنشأة حديثاً نقلة نوعية في منظومة السياسة العقابية في مصر، وتحرص وزارة الداخلية على أن يرى الجميع تلك التجربة ميدانياً، فتنوعت الزيارات إليها، ومنها هذه الزيارة لوفد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من الباحثين القانونيين، وكذا عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني إلى مركز الإصلاح والتأهيل بدر. بعد زيارات مماثلة لمراكز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون وجمصة والمنيا، مصر دلوقتي بتطبق أعلى معايير تطبيق الرعاية لنزلاء المنظومات العقابية. اللي بنشوفه اللي بيقدمه قطاع الحماية المجتمعية هو ترجمة حي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. الدولة المصرية بإحلال النزل ودور العقاب اللي كانت موجودة وانخفاض عدد النزل العقابية من حوالي 42 سجن سابق دلوقتي لما يقرب من 31 مركز إصلاح وتأهيل، أعتقد إنها تجربة مهمة بنشوفها. قام أعضاء الوفد بجولة تفقدية لعدد من المنشآت شملت العيادات الطبية المجهزة بأحدث التجهيزات الطبية، واطلعوا على جانب من الرعاية الصحية المقدمة للنزلاء. الصرح الطبي بصراحة مش المركز الطبي، كل حاجة فيه معمولة على أعلى مستوى من التكنولوجيا وأعلى مستوى من التجهيزات الطبية الحديثة وبأعلى مواصفات اللي أنا فعلا انبهرت بيها، وبقول إن أنا احتمال على المستوى المستشفيات الخاصة ما شفناش الكلام ده. شفنا بالأخص وحدة صحة المرأة بتقدم لها خدمات زي الأشعة بالموجات الصوتية والماموجرام أو اللي هو الكشف المبكر الأورامي السادي الماموجرام والألتراساوند، يعني كل الخدمات المطلوبة لصحة المرأة هي موجودة ومتوفرة. كما تفقدوا عددا من مرافق المركز التي تستخدم في إعداد وتأهيل النزلاء وتقويم سلوكياتهم بالتعليم والحرف والمهارات المتنوعة، فقد تم وضع برامج تأهيلية وتدريبية وتعليمية متنوعة للنزلاء بواسطة متخصصين لإصقال مهاراتهم. التعامل مع الحرف اليدوية والتعامل مع تأهيل النزلاء والنزيلات أعتقد أنها من الأمور التي تحسب لهذه المراكز الجديدة إعادة دمج المواطن أو النزيل فيما بعد في المجتمع. أعتقد أنها من الأهداف الرئيسية التي تؤكد عليها السياسة الجديدة لوزارة الداخلية. شفنا تجربة عملية كيف يمكن استثمار النزيل في أن يمتهن يتعلم داخل مركز إصلاح مهنة أخرى وأن يعمل من بها وأن يتقاضى أجره عنها. شفنا الأنشطة اللي بيمارسوها اللي بتعمل على التطوير العقلي والتطوير السلوكي والتعديل السلوكي من أنشطة دينية ووعظ ديني. إحنا لقينا هنا هو الحقيقة تطور غير طبيعي. وقد أشاد أعضاء الوفد بحرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ السياسة العقابية الحديثة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوعهم لبرامج تأهيلية شاملة خلال فترة قضائهم العقوبة. شفنا في نقلة نوعية في التعامل مع النزلاء في داخل المركز من حيث التأهيل، بحيث أن كل نزيل من النزلاء يقدر بعد خروجه من هنا يقدر يمارس مهنة يقدر يكسب منها عيش، بحيث أن هو ما يرجعش مرة أخرى لارتكاب جريمة تانية. مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة منظومة إصلاحية شاملة يقضي فيها النزلاء فترات عقوبتهم والتي يتم خلالها تأهيلهم تمهيدا لإعادة اندماجهم في المجتمع عقب انتهاء العقوبة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.